يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، إن الله عز وجل قد بيَّن لنا في كتابه الغايات والمقاصد التي من أجلها شرع لعباده بعض الشرائع، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ارتباط الرجل بالمرأة أيها الإخوة وراءه غايات عظمى بيَّنها ربنا تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بدءًا من بناء بيت للسكينة النفسية، مرورًا بإنجاب الذرية وتربية الذرية وتقديم جيل صالح لهذا المجتمع ولهذه الأمة. هذا الزواج كما بيَّن لنا الشرع له مقاصد عظمى، منها غض البصر وسكينة النفس وإحصان الفرج، كما قال صلى الله عليه وسلم موجهًا خطابه للشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومن المقاصد تكثير النسل: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، كما قال صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هل التكاثر الذي ذكره صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه سيباهي به الأمم، هل المقصود منه مجرد العدد، أن تكثر الأمة في عددها فقط، أم المقصود هو أمور أخرى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مباهٍ بكم الأمم، يعني يوم القيامة، يعني أمة محمد والعدد الذي سيكون في صف النبي صلى الله عليه وسلم، أي العدد الصالح من هذه الأمة، وليس مجموع من ينتمي لهذه الأمة، بل الصالح من هذه الأمة، العدد الكبير الصالح من هذه الأمة والذي سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم هو من سيباهي به النبي صلى الله عليه وسلم بقية الأمم. كثرة النسل من أكبر النعم أيها الإخوة على الإنسان وعلى الأمة، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. وإن الله عز وجل امتن على بني إسرائيل كما بيّن في كتابه بكثرة النسل في فترة زمنية، حينما قال صلى الله عليه وسلم: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. لكن الحقيقة أيها الإخوة، من تأمل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتبين الحكمة من ورائها واستمع إلى تفسيرات أهل العلم، يبدو له واضحا وجليا أن الشأن ليس في الكثرة العددية لوحدها دون أصول أخرى موجودة في كتاب الله وسنة رسول الله. فهذه الكثرة أحياناً تكون وبالاً على الفرد، على الأب وعلى الأم، وتكون وبالاً على الأسرة، ووبالاً على المجتمع، ووبالاً على الأمة،
كما هو حاصل في زمننا هذا أيها الإخوة. الأمة اليوم أعدادها يفوق أو عددها يفوق المليار، لكنها غثاء كغثاء السيل. فما الفائدة من أجساد لا قلوب ولا عقول ولا أخلاق لها ولا سير على شرع الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن أعظم المقاصد أيها الإخوة من إنجاب الذرية وتكثير الذرية هو تربيتهم على العقيدة الصحيحة، على العمل الصالح، على الأخلاق الكريمة، على سيرة النبي وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد هؤلاء الذرية وهذه الذرية ليكونوا رجالاً صالحين ونساءً صالحات. ليست الذرية للتباهي، ليست الذرية للتباهي، ليست الذرية لمجرد الإنجاب ثم الإهمال أو التضييع. أخي المسلم، إذا أردت أن تربي ولدك أو إذا أردت أن ترى ولدك في أبهى صورة، سليماً في عقيدته، كاملاً في خلقه، صالحاً في دينه، مستقيماً في شؤونه، مهتدياً في حياته، متفوقاً في جميع أموره، بعيداً عن الشر والفساد والإفساد، فلا بد لك من بذل الأسباب، لا بد لك من بذل الأسباب، لا بد لك أن تأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب الدنيوية. قال ربنا تبارك وتعالى عن عبادي الذين أرادوا الذرية الصالحة، اتجهوا أولاً بالدعاء لله عز وجل، اتجهوا بالدعاء: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وفي الدعاء الآخر للعبد الصالح: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وفي الدعاء الآخر: واجعله ربي رضيا. هذا من الأسباب الشرعية التي يلجأ إليه الإنسان بالدعاء لله عز وجل، أن يرزقه الله الذرية وأن تكون هذه الذرية ذرية صالحة. هؤلاء حتى لما اتجهوا بالدعاء لله عز وجل لم يقعدوا عن فعل الأسباب. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، لكنه لا بد من العمل. الإيمان ما وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقته الجوارح، أما أن يتمنى الإنسان أن تكون ذريته ذرية صالحة، ذرية متفوقة في أمور الدين والدنيا، ثم بعد ذلك لا يقدم الأسباب ولا يفعل الأسباب ويكتفي بالأمنيات، فهذا قد خالف السنة الشرعية والسنة الكونية التي أرادها الله عز وجل. من الأسباب أيها الإخوة التي بيّنها لنا ربنا في كتابه وعلى لسان رسوله في القرآن والسنة، من الأسباب التي يأخذ بها الإنسان لأن يحصل ولأن تكون له ذرية صالحة طيبة مباركة، ما يكون حتى قبل الزواج، حتى قبل الزواج. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته، أرشد من أراد الزواج أن يتخير لنطفته: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. أن يتخير الإنسان الإنسان الصالحة التي تحمل هم التربية وهم بناء هذه الأسرة، فإن الأم هي الأساس، والأم مدرسة. إذا أعددتها أعددت شعباً طيباً الأعراق. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين. لماذا؟ لأن ذات الدين هي التي ستقوم بالتربية الصحيحة. أما إذا بحث الإنسان عن الجمال وعن المال وعن الجاه وعن العائلات أصحاب الأسماء الرنانة، فإنه قد لا تخرج له الذرية التي يريدها، لأن هؤلاء في الغالب تكون المرأة مهتمة بمالها وبجمالها وبحسبها ونسبها، فلا تقوم بالتربية. والأصل وأكبر سبب في التربية وأكبر ركيزة في التربية هي الأم. لذلك لابد لك أن تبحث عن هذه الأم التي ستكون في البيت، ستبقى في غالب الوقت هي مع الأولاد، هي التي ستنشئ وهي التي ستربي. وهذا لا يلغي دور الأب، لكن الأساس هو الأم. لذلك من الأسباب أن يبحث الإنسان، الإنسان يبحث عندما يفكر في الزواج، لا يفكر في ذاته، لا يفكر في شهوته هو لوحده. وإن كانت الأسباب الأخرى مطلوبة ومقبولة، ولا يلام الإنسان إن بحث عن المرأة الجميلة والمرأة من العائلة الطيبة والمرأة
التي لديها مال وغير ذلك، لكن لا بد من وجود الدين، هو الأساس الأول، هو الدين والأخلاق والتربية والأسرة الطيبة المباركة التي في الغالب ستكون هذه المرأة وهذه البنت، هذه الزوجة ستكون على نفس منوال عائلتها. هذا ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حتى بعدما يتزوج الإنسان وقبل أن تصل، قبل أن يتحصل على الذرية وقبل أن يجاب الذرية، بين له مجموعة من الخطوات. أثناء الحمل يهتم الإنسان بما سيرزق الله عز وجل، يهتم بإطعام الأم، والأم ستغذي هذا الجنين من الحلال، من المال الحلال، فإن ذلك يؤثر في الذرية، يؤثر في الجنين، يؤثر في هذه الذرية. إذا ما أطعم الإنسان أبناءه وأطعم الأم وأطعمت هذه الأجنة في بطون الأمهات من الحرام، فإنها ستخرج والعياذ بالله، وجسدها ولحمها قد نبت من السحت ومن الحرام، ففي الغالب تكون هذه غير طيبة، ولا يخرج منها البر ولا الإحسان ولا العمل الطيب. بين النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهذه الأجنة وهي في بطون أمهاتها. لابد الإنسان أن يدعو وأن يلجأ إلى الله عز وجل، وأن يطلب من الله أن يرزقه الذرية السليمة المعافاة الطيبة البارة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الإنجاب بمجموعة من الخطوات الشرعية، بالأذكار وبالتحصين وبمجموعة من السنن النبوية بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلها الإنسان بعد أن يرزقه الله عز وجل بالذرية ليبعد عنها الشياطين ويبعد عنها أذى النفس من شياطين الإنس والجن. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا مجموعة من الآداب الشرعية ومن السنن النبوية التي هي في مجال التربية لا يمكن لك أن تجدها إلا في شرعنا المطهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما قال، قال: علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الآن بعد تقدم العلم يجد أهل العلم أن هذه السنوات هي السنوات الحساسة في عمر الطفل. كثير من الناس أيها الإخوة يهمل التربية في هذه السنوات، لا يهتم بالأطفال في هذه السنوات، تمضي هذه السنوات بتلبية رغبات الطفل وبمحاولة ترفيه الأطفال، ولا ينتبه الإنسان إلى وجوب التربية. هذه السنوات حساسة. أهل العلم الآن، ونحن لا لسنا في حاجة إلى إثباتات أهل العلم، أهل علم النفس وعلم التربية، لأننا نؤمن بما يخبرنا به الله عز وجل وبما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من باب التأكيد لبعض الناس، فإن علماء التربية يبينون أن هذه السنوات هي أهم السنوات في حياة الطفل. كل ما تعلمه للطفل في هذه السنوات منذ أن يبدأ يفهم ويعرف أن هذا الأب وهذه الأم وهذه الأخت، ويبدأ في نطق أول كلمات، يبدأ الإنسان مباشرة في تعليمه. لا تستهزئ بهذه السنوات، فإن الطفل إذا تعلم وربي على العادات السيئة في هذه السنوات المبكرة من عمره، فإنه في الغالب يتربى عليها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم الصلاة لسبع. هذا الركن الأكبر من أركان الإسلام، تبدأ في تعليمهم. قبل ذلك تبدأ لما تصلي في البيت، تحضر أطفالك بجانبك، وإذا صلى أحد بجانبك لا تنهره ولا تبعده حتى لو ضايقك في الصلاة. لكن عند السن السابعة تبدأ في التعليم المباشر في كل شيء، في كل أركان الصلاة وسن الصلاة ومستحبات الصلاة، وتبدأ في مراقبة الطفل سواء كان ذكراً أم أنثى، تبدأ في متابعته في الصلاة في هذه السنوات، وفي إحضاره معك المسجد، وفي تعليمه آداب الصلاة في المسجد، وأن تقف بجانبه في الفترات الأولى حتى ليس في الصف الأول، حتى في الصلوات المتأخرة، في الصلوات الأخيرة، في الصفوف الأخيرة، تبدأ في الوقوف معه وتدربه وتعلمه على احترام المسجد واحترام صلاة الجماعة وعدم مضايقة الناس، ثم تبدأ بالتدرج به حتى لو وقف بجانبه في الصف الأولى يكون قد تعلم آدابه وتعلم احترام المسجد وتعلم أن هذا المسجد له قدسية وله خصوصية وعليه أن يحترمه، فيتربى على احترام المسجد وأهل المسجد، ويتربى على ملازمة صلاة الجماعة. واضربوهم عليها لعشر. لما يصل الإنسان لسن 10 سنوات، الطفل لابد حتى من العقوبة، وليست العقوبة تعني بالضرورة الصفع على الوجه أو الإيذاء المؤلم، لا، إنما العقوبات متنوعة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الضرب على الوجه حرام، الضرب على الوجه لا يجوز إطلاقا، لكن هناك عقوبات أخرى، أن تحرمه من أشياء، أن
تنهره، أن تعنفه، المهم أنه يشعر أنه عوقب بسبب أنه تأخر عن الصلاة أو لم يؤدي الصلاة. ولابد لك من متابعة الصلوات، هل صليت حتى لو كنت خارج البيت أو لم يأتي معك للصلاة أو كان في المدرسة أو لديك، تتابع الصلاة واضربوهم عليها لعشر. واليوم أيها الإخوة يعاقب الأطفال حتى دون العشر سنوات، يعاقب في البيوت بأشد العقوبات، حتى العقوبات المحرمة شرعا من الضرب المبرح والضرب الصفع على الوجه والعقوبات المختلفة لأمور دنيوية، لأنه كسر شيئاً أو لأنه لم يحضر شيئاً أو فعل شيئاً مخالفاً من أمور الدنيا. لكن من يعاقب أبناءه اليوم؟ هذا السؤال. من يعاقب أبناءه اليوم لأنهم لم يصلوا، أو تركوا الصلاة أو تأخروا عن الصلاة؟ نسأل أنفسنا وليجب كل واحد منا نفسه، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا وصل الأطفال لهذا السن لابد من التفريق بينهم في المضاجع، فلا ينام الأطفال في فراش واحد، هذه سنة نبوية وهذا علم وهذا توجيه نبوي كريم يثبته العلم. فقدر المستطاع يفصل الأطفال، حتى الذكور مع بعضهم البعض لا ينامون في فراش واحد، ناهيكم عن الذكور والإناث، لابد من فصل. ومن تيسر له يفصل حتى في الحجرات، حجرة خاصة بالبنات وحجرة خاصة بالأولاد، وإن لم يتيسر لظروف اقتصادية على الأقل أن يفصل بينهم في المضاجع، ولا يترك الأطفال ينامون في سرير واحد أو في فراش واحد، وخصوصاً إذا اختلط الأطفال أبناء الخال مع بعض، مع أبناء الخالة، مع أبناء العم، مع أبناء العمة، مع الأصدقاء، مع الجيران، لابد من الانتباه لهذه الأمور. هذه أمور تربوية وجهنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد من الالتفات إليها لمن كان غافلاً. ناهيكم أيها الإخوة عن جملة أخرى كثيرة من التوجيهات الشرعية من وجوب حسن معاملة الأطفال. لابد من معاملة الأطفال بالحسنى، لابد من أن يكون الأب رحيماً. وعندما قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهله، استغرب أحد الصحابة من هذا التقبيل وقال إنا لا نقبل. قال وأملك أن نزع الله عز وجل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أملك أن نزع الله عز وجل الرحمة من قلبك؟ لابد أن يكون رحيماً متودداً لأطفاله، ألا يعامل أطفاله وأولاده بالقسوة، لأن هذا سيؤدي إلى أن هذه القسوة وكراهية الأب وكراهية الأم. والخطاب، حتى لا أكرر كلمة الأب والأم، الخطاب للأب والأم حتى لو استعملت لفظ الأب أو الوالد، والخطاب أيضاً للذكور والإناث حتى لو استعملت في كامل الخطبة مصطلح الأبناء أو الأولاد، هذا المقصود به الأولاد والبنات، ومقصود به الخطاب للأمهات، للآباء والأمهات عموماً حتى تكون الصورة واضحاً. لابد من المعاملة بالرفق والكلمة الطيبة، وأن يسمع الأبناء من آبائهم وأمهاتهم الكلمة الطيبة وحسن المعاملة، وأن يشعروا بهم الرحمة حتى لا يبحثوا عن الرحمة والعطف خارج البيت كما هو حاصل الآن. من أكبر أسباب الانحراف أن الأولاد والبنات لا يجدون العطف والرحمة والاهتمام داخل البيوت، فيبحثون عنها خارج البيوت، فيجدونها عند أصدقاء السوء وعند الذئاب البشرية، وهذا للأسف الشديد هو الحاصل الآن في حياتنا. فلا يجد الابن والداً أو أماً تسمع له شكواه ومشاكله، أو البنت كذلك، فتلجأ إلى صديقة السوء أو إلى صديق السوء أو إلى ذئب بشري أو من وكلهم الذئاب، هؤلاء الذئاب لاصطياد البنات من المدارس والمعاهد والجامعات. فلما يجدون فتاة تشكو من مشاكل خاصة في البيت وغير ذلك، فيستقطبونها وتضيع في دروب السوء والعياذ بالله. لابد من تنقية البيت من عواصف الخلافات، وكل بيت لابد أن يحدث فيه خلاف، لكن لابد تكون هناك حكمة ألا ينجر الأولاد إلى الخلاف الذي يقع بين الأزواج، وألا يتفاقم هذا الخلاف، وألا يصبح البيت مكاناً للصراخ والمشاكل والعراق، وقد يتطور الأمر إلى الضرب والإهانة والسب والشتم والعياذ بالله. هذا يربي الأولاد على صورة سيئة ويدفع الأولاد للهروب من البيت. الطلاق ومشاكل الزوجية هي السبب الأكبر أيضاً وراء هروب الأولاد خارج البيت وبحث هؤلاء الأولاد عن رفقاء السوء. لابد من تنقية البيت من كل مفسد،
من كل شيء مفسد، القنوات الفاسدة الداخلية الوطنية وغير الوطنية. الوطنية بمعنى أنها الليبية، لكن بمصطلح الوطنية هي ليست وطنية، هي فيها فساد أكبر حتى من فساد القنوات الأجنبية. لكن عموما لابد من تنقية البيت. البيت اللي فيه ريسيفر فيه 300 و400 و500 قناة، في الغالب هذا بيت فيه فساد، والأولاد سيتربوا على الفساد، لأن الأب مش حيكون جالس أو الأم 24 ساعة أمام التلفزيون ويراقبوا في القنوات. لابد من أن يكون هناك سيطرة، لا نقول منعاً، لأنه أصبح من الصعب جداً أن تمنع هذه الأمور عن البيت، سواء كانت القنوات التلفزيونية أو كان الإنترنت، وسائل الاتصالات، الهاتف النقال وغير ذلك. لكن لابد من التربية أولاً حتى نغرس في قلوب الأطفال الخوف من الله عز وجل، وليس الخوف من الأب والأم، لأن الذي يتربى على الخوف من الأب والأم فقط بمجرد غياب الأب والأم فهو يمارس الحرام. لكن لابد أن نغرس في قلوب الأبناء الخوف من الله عز وجل، ثم لا نترك الأمر للخوف من الله فقط، لابد من المراقبة، لابد من الانتباه لهذه الأمور المفسدة التي دخلت إلى بيوتنا رغم أنوفنا، رغم أنوفنا دخلت إلى بيوتنا. لذلك لابد وواجب علينا أن ننتبه إليها. أما يترك الحبل الغارب، يترك الحبل الغارب قنوات لا تعد ولا تحصى، غناء وموسيقى وأفلام ومسلسلات مدبلجة وغير مدبلجة وغير ذلك من البرامج الهابطة والتافهة التي تحرض على الرذيلة، نقرب النار إلى أو نقرب البنزين إلى النار ثم نقول لماذا حدث الاشتعال. هذا مهمتنا نحن، ونحن الذين نلام على ذلك. لابد من مراقبة البيوت وتنقية البيوت من جميع المفسدات. لابد أيضا مراقبة الأبناء، الأولاد والبنات، في الأصدقاء، في الأصدقاء، من صديقك؟ أقول لي، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، هذه القاعدة. من أصحاب ولدك ومن صاحبات بنتك؟ هذه مهمة الأب ومهمة الأم. لابد من السؤال، من يصاحب في المدرسة؟ من يصاحب في الشارع؟ من يصاحب من الجيران؟ من يصاحب من أصدقاء؟ من هي البنت اللي تمشي مع بنتك؟ من هي البنت اللي تدرس معاها؟ بنتك اللي تقول قالت لك ماشي بنقرأ عن صديقتي، من هي صديقتها هذه؟ وما أخلاق بيتهم؟ هل هو بيت محترم بحيث تأمن على بنتك حتى لو تركت لها وسمحت لها بالذهاب؟ بيت محترم تصان فيه الأعراض، أم بيت كل من هب ودب يدخل له وفيه اختلاط وفيه فساد؟ لابد من مراقبة الأبناء والبنات في مدارسهم من خلال أصحابهم وفي معاهدهم وفي جامعاتهم. أيها الإخوة، هناك من الأخبار ومن الحوادث ما يندى له الجبين. كم من أب، كم من أب جاءوا تليفون على غفلة، جاءوا تليفون على غفلة. الحوادث هذا مش مجال لذكرها، لكن ننقلكم في حقائق، حقائق. تليفون على غفلة، ألو فلان الفلاني، نعم نبوك في المركز الفلاني أو في الجهة الأمنية الفلانية. لما يمشي الإنسان، وللأسف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا جميعا، نسأل الله أن يحفظنا ويسترنا جميعا، يا ريت يلقى في النهاية يلقى ولده في المركز الأمني، يلقى بنته والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية والستر لنا جميعا ولجميع بنات المسلمين، لأنه ترك بنته ما راقبهاش، طلعت ماشية الجامعة وهي ما تمشي الجامعة، شلة الفساد. خشوا للجامعة شوية، يطلعوا من الجامعة بأشكال أخرى، استراحات ومزارع وشقق وغير ذلك، ويتحدث الفاحشة وكل يوم بالطريقة هذه، وهو لا يكلف نفسه لا هو لا الأب لا الأم أن يمشي يوم اليمات يسأل عليها ويشوف هل ولدة أو بنتة فعلا تدرس وفعلا تحضر في المحاضرات وغير ذلك. جامعة مفتوحة، جامعة مفتوحة، والله عندي محاضرات اليوم من 8 للـ5، عندي من 8 لكذا، والأب لا يدري وهو مسؤول، واللي عنده استراحات وعنده مزارع لا يكلف نفسه يمشي يراقب الاستراحات. المفتاح عند الابن وهو مديرها وكر والعياذ بالله للفساد وللدعارة كما هو حاصل، ولا يستفيق أو يفيق إلا عندما يقبض تقبض عليه إحدى الجهات الأمنية ويبدأ الندم والولولة والبكاء والعار أمام الناس. ونحن دائما وابدا نسأل الستر لأنفسنا ولجميع المسلمين، لكن لابد لنا من انتباه. ونحن ندق الناقوس، نحن ندق الناقوس. إنسان أحيانا قد يكون بطيبته غافل، ونقع جميعا في هذه الغفلة. لذلك يذكر بعضنا بعضا. لابد من السؤال دائما وأبدا، لا تطمئن، اسأل مع الأولاد والبنات قاعدة، وبالليبي ما فيش ثقة، ما فيش ثقة، ما فيش ثقة مطلقة، ما
ما فيش ثقة مطلقة، بحيث انك انت خلاص ولدي وبنتي انا عاطي فيهم الثقة خلاص نهائيا، لا نسأل عليهم، لا نفتش في حاجياتهم، لا نشوف اش ندخل للبيت، لا نشوف بنتي اش دخلت للبيت، منين النقال هذا، منين الشنطة هذه، منين اللباس هذا، منين انت لابس اللباس هذا، منين الفلوس اللي في جيبك كذا، ما نسألش، لا لا عندي ولدي في ثقة، ما فيش حاجة اسمها ثقة، لابد لك من البحث والتقصي، ويجوز للأب والأم ان يفتحوا ادراج الأبناء من اولاد وبنات في غيابهم، يجوز لهم ان يفتشوا ممتلكاتهم، لعل وعسى نحن في زمن فساد تغيرت فيه الانفس وتغيرت فيه الامور، ولا بد لنا ان نكون يقظين حتى والعياذ بالله لا نفاجأ في يوم اليوم بمصيبه، ونسال الله سبحانه وتعالى مرارا وتكرارا ان يسترنا جميعا وجميع المسلمين. تراقب ابنائك، تراقب بناتك في لباس البنات. البنات الان، اسال سؤال، البنات الان متبرجات في الشوارع في المدارس وفي الجامعات، منين طلعوا هذا؟ مش طلعوا من بيوت؟ مش عندهم أمهات وعندهم آباء ويفترض أن عندهم إخوة كبار ذكور؟ كيف بنت تطلع بالطريقة هذه؟ كيف يا أخي المسلم؟ اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، كيف تترك بنتك تخرج بهذا اللباس؟ كيف تخرج بالبنطلون الضيق؟ كيف تخرج بهذا اللباس العالي المشقوق؟ كيف تخرج باللباس؟ كيف تسمح؟ أين الغيرة؟ كفار قريش، كفار العرب قبل الإسلام يقتل بعضهم بعضا غير على الأعراض، غير على الأعراض، قصص لا تعد ولا تحصى من غيرة الأعراض دون دين، راه دون إسلام، غيرة فطرة في فطرة الإنسان. أحد الأعراب لما جاءوا بزوجته على الفرس ونزلت من على الفرس ودخلت الخيمة، جاء ونحر الفرس، قاتل الفرس، ذبحه. سألوه لماذا؟ قال لهم غيرة، لأنه كان بيركب عليه الشخص اللي جايبينه، كان بيركب وكانت راكبة زوجتي على الحصان، فما زال مكانها دافئاً، غير أن يركب عليه إنسان ثاني ويشعر بحرارة جسد زوجتي اللي كانت على الفرس، انحر الفرس من مبالغتهم في الغيرة. واليوم مسلم يشهد لا إله إلا الله، كيف تترك بنتك؟ هذا بيشوفها كل فاسق، الفسقة ما أكثرهم والدياب ما أكثرهم، يقعد يمقلوا في زوجتك وبنتك، شوفوا فيها من فوق للوطة وانت مطلع حالهم ب جميع الألوان واللباس الضيق. اتق الله عز وجل، اتق الله في نفسك، واتق الله في الشباب المسلمين. الشباب هذا ما بعدهم، كم سيعاني الشباب؟ هذه مظاهر الفسق والفجور، طلع كل واحد مطلع بنويته إلا من رحم الله، أعرايا وبجميع الأشكال والمناظر والشعر والضيق والمفتوح والمشقوق و و و إلى آخره، والشباب مسكين حتى زواج مش قادر يتزوج، وتقول له غض البصر، أما بصر بيغض الشاب. نسأل الله العفو والعافية والهداية جميعا، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في الشباب المسلمين. لابد لك أن تراقب بناتك وتراقب أولادك، وتحرص على حضور المساجد، تحرص على حفظهم للقرآن. لابد أن تربي أبنائك من الصغر على احترام الكبير، احترام العم والعمة والخال والخالة وكبير السن، واحترام الجار، واحترام المدرس، واحترام من صنع إليه معروفا. لابد أن تربوا أبنائكم منذ الصغر، لأن ولدك لما يوصل 18 و19 كما هو حاصل الآن، هذا ما نعايشه، هذا ما احنا الآن أصبحنا عندنا شهادات عليا غير مكتوبة في هذا المجال من كثرة معايشتنا لهذه الأمور. الآن للأسف الشديد الآباء يتفكر التربية بعد ما يوصل ولده 18 و20 و25 سنة، خلاص فات الزمن، فات أوان التربية. من الصعب جدا إلا أن يشاء الله عز وجل أنك أنت ولدك بترده بعد 18-20 سنة، جاي الآن تتفكره بتعلمه يحترم عمه ويحترم خاله ويحترم كبير السن وما يقفش في النواصي، غير ذلك أنت ضيعته لما كان صغير، ضيعته لما كان المفروض تغرس فيه الأشياء هذه وتمنعه من هذه الأمور السيئة، والآن تأتي وتقول لم يسمع الكلام ولا يبرني ولا يسمع كلامي ولا يطبق أوامري، لأنك أنت ضيعت أمر الله عز وجل فيه لما كان صغيرا، فضيع أمر الله فيك لما كبر. المسؤولية كبيرة أيها الإخوة، مسؤوليتكم كبيرة. وأنا أقول لكم، زمان زمان كان البيت والمسجد، زمان جدا كان البيت والمسجد، وهذه حياة الإنسان تدور بين البيت والمسجد، والبيوت كانت صالحة في غالبها صالحة، والمساجد كانت هي الأماكن التي تبنى في يبنى فيها الإنسان، وتبنى فيها الأسرة، ويبنى فيها المجتمع، وتبنى فيها الأمة. ثم لما توسع وتقدم الزمن أضيف عنصر آخر وهو المدرسة، وكان هذا المثلث البيت والمسجد والمدرسة كفيل بتربية الأجيال، حتى النقص اللي في البيت تكمل المدرسة ويكمل محفظ القرآن في المسجد. لكن الزمن هذا أقول لكم وللأسف الشديد غصة في قلوبنا وحرقة، ونحن نقول هذا الكلام، لكن هذه الحقيقة. أيهما أفضل؟
نكذب على بعضنا أم نتكلم بالحقيقة؟ الآن هذه العناصر وللأسف الشديد البيت، الأب اللي تزوج، الأب ما زال بيعيش شاب عازب قاعد نفس المقاهي ونفس الجلوس والشامبيونز ليج والمباريات، ويحضر في جميع المباريات وجميع الدوريات، ومش مسيب زردة حياته لما هو عازب قاعد نفس القصة ما فيش. بس في حاجة، كان يروح يبات في بيت بوه في داره، أصبح يبات عند زوجته فقط، ما فيش مسؤوليات الأولاد، كل شيء، ما بيش يقتطع جزء من وقته لأولاده ولبيته. الأم أيضا تزوجت وما زالت بنتا في علاقاتها، بل ازدادت بعد الزواج، حتى في بعض المناسبات اجتماعية لا يليق بالبنت أن تذهب لهذه المناسبات الاجتماعية، بعد الزواج انطلقت، أصبح الرجل في مجتمعنا في الغالب يمارس مهنة سائق تاكسي، عبارة عن إيصال المرأة لجميع المناسبات الصغيرة والكبيرة والتافهة والتي لا تساوي شيئا، لا تترك كبيرا ولا صغيرا، والذرية مهملة مهملة. هذا في البيت. المدرسة نسأل الله العفو والعافية، للمدارس ولا القائم على التدريس إلا من رحم الله، وقليل ما هم وقليل ما هن في المدارس الذين واللواتي ما زالوا وما زلنا يحترمنا مهنة التدريس، وإلا للأسف الشديد، وللأسف الشديد أقولها، حتى إن بعض الأباء ما يقوم بتربيته في البيت يضيع في المدرسة. والمساجد، أغلب المساجد تخلت عن رسالتها، تخلت عن رسالتها في تربية الأجيال. أين المدارس القرآنية التي تربي فعلاً قرآن وعلم وأخلاق؟ أين؟ قلة قليلة لا تكاد تذكر، وللأسف الشديد. فهذا المثلث فسد، وبالتالي فإن اللوم يقع علينا نحن كأولياء أمور، والواجب علينا كأولياء أمور أن نبذل الكثير من جهدنا ووقتنا، لأننا إذا آمنا وقمنا بتربية الأبناء فإن هذه الذرية سندخل بإذن الله الجنة، وستتبعنا ذريتنا في الجنة، وإلا وإذا فرطنا فإن لا شيء، حتى لو أنجانا الله عز وجل فإنك ستتحسر يوم القيامة على رؤية ذريتك وهي تدخل النار بسبب منك، وسيتبرأ الكل من بعضهم البعض، الآباء من الأبناء والأبناء من آبائهم ومن أمهاتهم، وهذه حسرة ما بعدها حسرة أيها الإخوة. نسأل الله العفو والعافية لنا جميعا. الواجب علينا في ظل هذا الحراف والسيول المتدفقة علينا من الشرق والغرب، من المظاهر الفاضحة والماجنة والأفلام الخليعة والسلوكيات الغريبة على مجتمعنا، على ديننا وأخلاقنا وعرافنا في ليبيا، الواجب علينا كأولياء أمور أن نجاهد في سبيل الله في أبنائنا في أسرنا. اليوم الفساد الحاصل، بعض الإخوة أرسل إلي برسالة وقال لي: لماذا اخترت هذا العنوان؟ واليوم كنا نتوقع أن تتكلم عن هلاك الظالمين وعن غير ذلك. أجيب من خلال هذه الخطبة، وأعلم أن الجواب سيصل إلي لغيري: لو قمنا بتربية أبنائنا ما وصل بنا حال الفساد. من اليوم اللي في الميليشيات؟ من اليوم اللي يقطعون الطرق؟ من اليوم اللي يطلقون الرصاص على أبرياء؟ من يقتل الأبرياء اليوم؟ من يزهق الأرواح؟ من يريق الدماء؟ من ينتمي إلى الجيوش الفاجرة التي تحرق وتقتل وتحرق الأخضر واليابس وتقصف الأبرياء؟ من ومن؟ أليسوا أبنائنا؟ من الذي ينتمي لهذه الفئات الضالة؟ من الذي ينتمي إلى الجماعات التكفيرية الضالة؟ أليسوا أبنائنا يا الأخوة؟ لو قمنا بالتربية حقاً ما وصل بنا الحال إلى هذا الحال، إلى هذه الدرجة وإلى هذه المرحلة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، احبتي في الله، موضوع اليوم من اهم الموضوعات. اعلموا يقينا يقينا، لو قمنا باصلاح انفسنا وقمنا بتربية بيوتنا، معنى ذلك ان انشأنا اسرا صالحة. الاسرة في الاسلام هي النواة الاولى، النواة الاولى. هل يصلح اي مركب او اي جسم او اي بنيان يصلح إذا كانت النواة الأولى فيه، الأساس الذي تركب عليه فاسد؟ لو قمت بتشييد بيت والقواعد الأساسية كانت مغشوشة، كانت هشة، كان في سرقة في الإسمنت، والحديد كان صدى، ولم يكن بالمقاييس العلمية، وبنيت هذا البنيان وصلت به حتى لعدة طوابق، وكان كبيرا وجميلا وضخما، لكن ما آل هذا البناء إلى أين أيها الأخوة؟ سينهار يوما، وخير لك أن تتأخر في البناء من أن تبني بناء هشا سينهار لا محالة. البناء يبدأ من البيوت، يبدأ من البيوت، من اللبنات الأولى، من الذات، من تربية الأبناء، من إنشاء أسر. أنت كمسلم هذا المطالب به. الآن بعض الناس يتكلم يقفز مباشرة لتحرير القدس ونصر الأمة، غير ذلك المطلوب منك حرر بيتك قبل، حرر بيتك قبل تحرير القدس، حرر بيتك من المنكرات ومن الأهواء ومن الأخلاق، حرر الناس من أدى ابنك اللي يمسك السلاح ويسرق في الناس ويهدد في الناس ويروع الناس وينضم للميليشيات ويقاتل الأبرياء ويقطع الطريق ويسرق ممتلكات الناس وينشر الرعب والهلع قبل ما تتكلم على تحرير القدس. حرر الناس من أدى ابنك قبل ما تحرر القدس من أدى اليهود. هذا الواجب وهذا المنطق وهذا العقل وهذه الحكمة تقول ذلك أيها الإخوة. أما القفز فهي قفز في الهواء، وهذا هراء يستغرق منا ويستنفذ منا الوقت والجهد، وتمضي السنوات سنة وراء سنة ونحن لازلنا وليتنا نظل في نفس مكان، لكن أسف شديد كل يوم نتأخر أكثر، كل يوم نتأخر أكثر. لفرحان بولده جايب له سيارة، ولفرحان بولده دخل في فلوس البيت، ولفرحان ولا يسأل، وهو يعلم يقينا. أتعلمون لماذا لا يسأل؟ لأنه يعلم أنه حرام، عارف، بس ما يبيش أنه هو يصطدم بنفسه، يتعرى قدام نفسه بالكلمة العامية. عارف ولده منين لي أصلا، ولده منين لي سيارة، أجرب أكحف عيل قاعد في الثانوي أو كيف خش المعهد وجايب سيارة جديدة وجايب موبايل فخم وجايب أجهزة ويصرف وفلوس وكذا، عارف أن هذه كلها حرام، ولذلك ما بيش يسأل. وانت رضيت بهذا، زي ما ابنك اليوم آذى الناس وانت رضيت، غدا سينقلب عليه. وهذا حدث أيها الإخوة، ولعلكم تذكرون ما حدث في ليبيا في التسعينيات في إبان فترة انتشار المخدرات من الهيروين وغيرها ومن أشكالها. لما في البداية كانوا يسرقون هؤلاء الذين أصيبوا بالإدمان، كان يسرقون بيوت الجيران، وكان الأب ساكت ورافض أنه يتم التبليغ على ابنه، ومبلغ على ابنه تلقاه في عداوة. بمرور الزمن تحصن الجيران داخل بيوتهم، فبدأ هذا يسرق من بيته، وبدت الأشياء تختفي من البيت، من اسطوانات الغاز إلى المقتنيات إلى الذهب إلى المال إلى كذا. وعوقبت الأسر لأنها رضت بأذية الجيران وبأذية الآخرين، فوصل الأذى إليها. واليوم اللي راضي بأن ابنه ستنفذ وستنتهي الأمور هذه بإذن الله، لكن بما أنك سمحت لابنك أنه هو يعتدي على الناس، غدا سيعتدي عليك أنت، ويعتدي على عمه وخاله وعلى أسرته، وهذا واقع ومشاهد. لذلك اتقوا الله في هذه الدرية، وكل واحد يلحق ابنه وأبناه. اللي فرحان أن ولده يعطوه فيه 900 دينار و1000 دينار في الشهر، ما تفرحش بهم هذا، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ستعض أصابع الندم، ولن ينفعوك الألف دينار. الأبناء اللي تسربوا من المدارس وانضموا إلى كتائب وميليشيات غير شرعية وأصبحوا يمارسون النصب، والأب فرحان إن ولده بدأ جايب سيارة مسلفرة وبدأ الجيران يخافوا منه، ما تفرحش ما تفرحش، وإن غدا لناظره قريب وستعلم ما أقول بإذن الله. أحبتي في الله، ختاما، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه، كان جالس مع أصحابه، فمرت جنازة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح أو مستراح منه، مستريح أو مستراح منه. قالوا: يا رسول الله،
ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: أما الإنسان المؤمن، والحديث بالمعنى، إنسان المؤمن، إنسان الصادق، إنسان العابد، إنسان المتقي الله عز وجل، لما يموت يستريح. يستريح من من؟ يستريح من الدنيا ومشاكل الدنيا والعباد في الدنيا والهموم والغم، يستريح منها، لأنه ذهب إلى رضا الله عز وجل، وسيرى هذا الرضا حتى وهو في البرزخ في القبر، لذلك هو مستريح. أما المستراح منه فهو الفاجر والظالم والباغي والمعتدي، لما يموت قال النبي صلى الله عليه وسلم: تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. لما يموت الظالم كل الناس تستريح منه، ولذلك موت الظالمين يجب أن يكون عبرة للأحياء، عبرة للأحياء، لأن الله عز وجل قد أراحهم بموته من ظلمه وفسقه وتجبره. لابد أن يكون في موت الظالمين وموت أهل البغي والعدوان أن تكون هناك عظة لمن؟ لمن سانده ووقف معه، ولمن؟ لمن عاداه وقاتله، للطائفتين. لما مات الظالم في ليبيا، لما مات القذافي شر ميتة، كان الواجب أن يكون في ذلك عبرة للفريقين وللطائفتين، لمن وقف معه وسانده، رأوا نهاية الظالمين ورأي البغاء، وكان يجب أن يدفعهم ذلك للعودة والتوبة إلى الله عز وجل لما رأوا نهاية الظلم والظالمين. وأيضاً كان يجب أن يكون هناك درس لمن قاتل القذافي، لمن وقف في وجهه، ولمن نصر الله عز وجل عليه عندما رأى نهايته، ألا يتجبر مثله وألا يقع في الظلم مثله. لكن للأسف الشديد لا هذا استفاد ولا هذا استفاد، لا هذا اعتبر ولا هذا اعتبر. الذين ناصروه ما زالوا في ظلمهم وطغيانهم وتجبرهم، وما زالوا في مكرهم وكيدهم، والذين وقفوا ضده وقاتلوه في أغلبهم مارسوا نفس الظلم الذي كان يمارسه هو ومن معه. وهذا من الظلم، ظلم الإنسان نفسه، ومن الجهل، ومن عدم الاتعاد، ومن عدم الاعتبار بما يقدمه الله عز وجل من دروس مجانية لعباده. الإنسان الذي يقف مع الظالم ثم يرى نهاية الظالم، الواجب عليه أن يتعظ، الواجب عليه أن يخاف الله عز وجل، الواجب عليه أن يعود إلى الله عز وجل، والذي قاتله لابد له من أن يتعظ بهذا المصير. والموت لا تفرق بين أحد واحد، عظة، عظة الموت للجميع، عظة لكل الناس. ما فيش إنسان يقول يفرح بموت إنسان آخر ولا يتعظ به، لابد له من العظة. حتى لو مات عدوك لابد أن تتعظ بموته، ومن وقف مع الظلم وساند الظلم لابد له من أن يتعظ بموت الظالمين وهلاك الظالمين، وأن الموت مهما تجبر إنسان ومهما بغى ومهما استقوى على الضعفاء ومهما فعل ودمر وأحرق الأخضر واليابس وحاصر المدن ودمر المدن وشرد العباد ونشر البغضاء والفتنة بين الناس، مآله الموت، مآله الموت، مآله الهلاك. كلنا سنموت، لكن يا ترى، يا ترى هل سنكون من الذين قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مستريح أم مستراح منه؟ جاوب نفسك بنفسك، انظر إلى أفعالك، انظر إلى أفعالك، وستعلم بعد موتك هل ستكون مستريحا أم مستراحا منك. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتم لنا جميعا، نسأل الله أن يجعلنا من المتعظين، من العائدين إليه سبحانه وتعالى. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا بلاء إلا كشفته، ولا خيرا إلا أنزلته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا خذلته، ولا غائبا عنا إلا بالخير رددته، ولا مريضا من مرضانا إلا شفيته، ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته، ولا شهيدا من شهدائنا إلا تقبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاقرا أو عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم آمنا في بيوتنا وشوارعنا وأسواقنا وأعمالنا ومساجدنا، اللهم اجعل ليبيا واحة للأمن والأمان. اللهم من أراد بليبيا أراد بديننا وبليبيا وبنا خيرا، يا ربنا وفقه وعنه وسدد خطاه، ومكن له وانصره على من عاداه، ومن أراد بديننا وبليبيا
وبنا شرا ومكرا وكيدا وسوءا وخيانة وخداعا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم إنا في ليبيا لذنا بحماك، ووقفنا ببابك، ولجعنا إليك. كثر أعداؤنا، كثر مكرهم، كثر كيدهم، اجتمعوا علينا من الداخل والخارج، ونحن ضعفاء أذلاء، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. يا قوي يا عزيز، انصرنا على من عادانا. يا قوي يا عزيز، احفظ ليبيا والليبيين. يا قوي يا عزيز، احفظ ليبيا والليبيين. يا قوي يا عزيز، اجمع كلمة الليبيين على البر والحق والتقوى، وحد صفوف الليبيين، اجمع كلمة الليبيين، أزل العداوة والبغضاء من قلوب الليبيين، ألف بين قلوب الليبيين، واجمع كلمتنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبيل الرشاد. اللهم فك الحصار عن أهلنا المحاصرين يا رب العالمين في المدن المحاصرة، اللهم فك حصارهم عاجلا غير آجل، وأصلح بينهم وبين إخوانهم، فك حصارهم وانصرهم على من عداهم. اللهم يا قوي يا عزيز، رد أهلنا المهجرين في ليبيا، ردهم جميعا إلى مدنهم وإلى قراهم وإلى أهلهم وإلى قبائلهم وإلى ممتلكاتهم وإلى ديارهم عاجلا غير آجل. اللهم احفظ جنوبنا الحبيب، واحفظ أهلنا في الجنوب، وانصر أهلنا في الجنوب على من عاداهم ومن مكر بهم ومن كاد لهم ومن أراد قسمة الجنوب عن ليبيا. اللهم اقسم ظهره عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أعز ليبيا والليبيين، اللهم أعز ليبيا والليبيين، اللهم أعز ليبيا والليبيين، وأذل من كره الليبيين وأراد سوءا بليبيا والليبيين، وارفع راية الإسلام، وانصر أهل الإسلام في فلسطين، وانصر أهل السنة في سوريا، وانصر أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. هذا الدعاء من عبادك الضعفاء، وأنت الكريم، أنت الجواد، وقفنا ببابك. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ونحن في هذا المقام، مقام رسولك الأمين. اللهم لا تردنا خائبين، لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا بتقصيرنا، فإن قلوبنا قد تعلقت بك يا رب العالمين. احفظنا من كل شر، واهدنا لكل خير، وبارك لنا في كل أمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.